هدنة مؤقتة في إدلب بلا تفاصيل أو أي ضمانات، وسارعت ميليشيات أسد على خرقها. هذا أبرز ما تمخض عنه مؤتمر أستانا بنسخته 13، ليؤكد أنه لا يعد عن كونه تكريساً لخطة روسية تعتمد سياسة قضم المحرر ثم إعلان هدنة فمؤتمر فقد من جديد. غير أن الحملة العسكرية الأخيرة التي سبقت أستانا وقتلت 1200 مدني وشردت 700,000 آخرين لم تحرز ما كان يرجوه الروس ميدانياً على الأرض، بل وعجزت عن كسر تحصينات الفصائل واضطرت لخوض حرب استنزاف دامت لأسابيع لاستعادة تلة الحماميات شمال حما، أمر أثار تساؤلات عن أهداف أبعد لمحادثات أستانا الأخيرة وحديث عن صفقة تسعى روسيا لإبرامها مع تركيا وتقضي بتسليم محافظة إدلب لميليشيات أسد في مقابل ضوء أخضر روسي يسمح لتركيا بدخول شرق الفرات وإنشاء المنطقة الآمنة، منطقة تبدو هاجساً لأمن تركيا القومي مع تزايد خطر تنظيم PKK وميليشياته في سوريا. وهنا يعلن رجب طيب أردوغان أنه جرى إبلاغ روسيا وأمريكا عزم بلاده شن عملية شرق الفرات. أردوغان وفي لقاء جماهيري بولاية بورصة ربط شرق الفرات بعمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمال سوريا، وهما العمليتان اللتان جرى ربطهما وفق تقارير بسقوط حلب قبل نحو 3 سنوات ثم الغوطة الشرقية. فهل تكون عملية شرق الفرات والمنطقة الآمنة اليوم بثمن إدلب وشمال حماة؟ هذه المقايضة لا تبدو منطقية وفق كثيرين، فروسيا لا تمتلك شيئا شرق الفرات لتقايض عليه أساسا. وهنا يأتي الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة القرار شمال شرق سوريا. وبالحديث عن أمريكا، تقول تقارير إن واشنطن تدرك إصرار تركيا على عملية شرق الفرات وإن مباحثات الطرفين تدور على مدى عمق المنطقة الآمنة لا على العملية أساساً. وفيما تتخوف واشنطن من تقارب روسي تركي متزايد سيما بعد تبرير ترامب صفقة S-400 صاروخية، يزداد وضع الشمال السوري تعقيداً إذا ما أضيف إليه خشية الروس من أي دعم تركي نوعي للفصائل المقاتلة في إدلب. لكن بخصوص إدلب تحديداً، تقول صحيفة التايمز إن سقوط آخر معاقل المعارضة بيد ميليشيات أسد سيكون بمثابة إهانة شخصية لأردوغان، أضف لها موجة غير مسبوقة من اللاجئين وهو ما لم تسمح به تركيا. مشهد يضاف إليه التعقيدات العسكرية في إدلب ذاتها، ومنها مسألة هيئة تحرير الشام التي تتخذها روسيا ذريعة لشن عملياتها العسكرية، في حين لا تعرف بعد سياسة تركيا لإنهاء الهيئة التي باتت واقعياً إحدى أكبر التشكيلات على الأرض وساهمت مع بقية الفصائل بصد هجمات ميليشيات أسد والاحتلال الروسي. مجرد التفكير في الاستسلام للعدو وتسليم السلاح له، ومع رفض زعيمها أبو محمد الجولاني سحب السلاح الثقيل من المنطقة العازلة وتأكيده أن ميليشيات أسد ستكرر هجماتها بعد عيد الأضحى، تبقى أنظار أهالي إدلب مترقبة للأيام القادمة. أما فصائلها وبحسب ناشطين ستبقى يدها على الزناد بانتظار ما ستؤول إليه المنطقة الآمنة شمال سوريا. يا شباب اليوم إذا ما اشتغل النظام بيشتغل علينا بكرة، تمام؟